آكل الربا مهدد بسوء الخاتمة والعياذ بالله، مهدد بأن يختم الله له بخاتمة سوء، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى المسلم يتجنب الربا. في الحديث يأتي عنا زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، من لم يأكله ناله منه. فأكل الربا من كبائر الذنوب، ولهذا أنزل الله في تحريمه آيات واضحات الدلالة، هن من آخر القرآن نزولا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن فالربا من كبائر الذنوب، وقد لعن الله آكل الربا وموكل الربا وكاتب الربا وشاهدي الربا. والربا محرم بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين، وهو حرام في الشرائع السابقة أيضا. قال الله على اليهود: فبظلم من الذي قالوا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فنهوا فعوقبوا لما أكلوا الربا بعدما نهوا عنه وحذروا منه. وآكل الربا مهدد بسوء الخاتمة والعياذ بالله، مهدد بأن يختم الله له بخاتمة سوء، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى المسلم يتجنب الربا. في الحديث يأتي عنا زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، من لم يأكله ناله منه باله.